مرحبا، هون بيت المدام سميرة؟ أنا سميرة، خير؟ هاي الوراق، مو ورق سيارتك؟ بلا هدول إلي، خير؟ صار لها شي فاتين؟ اطمني، البنت بخير، بس في شخص مضروب واللي ضربه السيارة اللي مسجلة باسمك. شو هالحكي؟ لشو اللي صاير؟ سيارتك عاملة حادث، ممكن تشرفي معنا؟ لو أمدي شرف معكم؟ على المخفر. صار له شيء؟ لا اطمني مدام، اصابته خفيفه وحاليا هو موجود بمستشفى المجتهد، بس في حال غياب السائق نحن مضطرين انه نقبض على صاحب السياره. طيب لحظه بس احكي مع جوزي. تفضل. مصيبه يا محمود، مصيبه، اعطيت السياره لفاتن عم بدعسه واحد،
الشرطة هون بدهم ياخذوني على المخفر. منيح إن الزلمة ما مات. الحقني يا محمود، الحقني بسرعة. طيب طيب أنا جاي فورا. شو القصة؟ دكتور فتحي، بنت أخي فاتن عاملة حادث دهس بسيارة سميرة، والمصاب نقلوه على مشفى المجتهد. بدي هذا الموضوع ينتهي اليوم بدون أي شوشرة. بتعرف إنه البنت صغيرة وما خرجت تفوت مخاطر وتخضع لتحقيقات وسين وجيم. بتنقلوا المصاب لعنا لهون وبتعالجوه المعالجة اللازمة بسرعة. الله يرضى عليك. بسيطة بسيطة إن شاء الله خير. أعطيني مستشفى المجتهد. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. شرفتوا. أهلين أهلين يا أهلين. اطمنوا، الشاب اللي طرقته السيارة نقلناه لعنا على المستشفى وعملنا له الإسعافات اللازمة، وهلأ الحمد لله وضعه جيد جدا وتنازل عن حقه الشخصي. على العموم هلأ بنتفاهم بالمستشفى. شرفوا معي. تفضل 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 تفضل. طمني محمود، شو صار؟ طمني يا حبيبتي، الأمور مشيت على خير، كله تمام. رجاك يا فؤاد شيلني من سيرة أمي. هذا الموضوع إذا بنضل نحكي فيه لبكرة ما رح ينتهي. خلينا بموضوع الأهم. أي موضوع؟ الشخص اللي اتصل فيك وهددك. لك يا إناس، أنا ما حكيت لك من باب الشكوى. أنا حبيت حطك بالصورة إنه الكل عم يحكوا معي، بيسان وأبو فاروق وأمك وعمك، وبظن هذا الرجل اللي كان خاطبي. هو أكيد. هلا كله هذا مو مهم. الشخص الوحيد اللي أثر فيه هو أمك. لما اليوم قعدت حكت معي حسيت حالي تافه كتير. ولك كيف بسبب هيك ألم لهيك مرض؟ بترجاك شيء اللي مسيرت مني. طب خلص خلص خلص، لا تعصبي. شو بتعرفي عصبي؟ لكن ما ضل حدا لو تدخل بحياتي حتى لزيها الكلب، بس انا ما بعرف كيف عم تحدو. شو بتعملي له؟ بتضربيه بوكس؟ اذا استدعى الامر بالسكين. بالله بتعملي هيك شيء؟ ايه، انا لازم اوقف عم تحدو. خلص انت طولي بالك وانا بتكفل فيه. واحد مثلك ما لازم يحكي مع واحد ندل مثل هاد. سهلا، كنت متوقع انك تزوريني بس ما خطر لي بهالسرعة. شوف نزيه، انا ماني جاي لعندك لزورك، انا جاي لقلك بلا هي شغلة فعل خير. تفضلي عادي. انا مو جاي اعود، انا جاي لك تركني بحالي لانه انت ما بتخوفني. انا ما عم خوفك، انا بدي مصلحتك. انت بدك مصلحتي؟ بدك مصلحتي لحالي من قرني لقرني؟ عم تتصل ببيت اهلي تقول لهم انا فاعل خير؟ شو بقول لك؟ صحيح انا ساكتة بس ماني مسامحتكم، لاني خايفة منك، بس كلكم وتهديدك لفؤادكم، اوعى تعيدي مرة ثانية، فهمت؟ حكالك، اشتكالك الجبان. خلاص لا تحكي عنه بهالطريقة، ولا تخليني استخدم اساليب مانا منيحة، فهمت ولا؟ بعد عن حياتي احسن لك. ايوه، عم تهددي، وكرمال مين؟ كرمال واحد خالصة صلاحيته. على قليلة لساته بني آدم، مو مثل بعض جماعة خلتهم الظروف ناس تافهين ومنحطين. إناس لا تقولي إناس، ما على لسانك. اسمع لك، لا تخليني استخدم أساليب مانا منيحة، كلكم وفؤادكم، فهمان ولا لا؟ طيب طيب نتفاهم. لك أنا في التفاهم، واحد مثلك. لا لا لا، مرة ولا إيه؟ لا لا لا، مرة جاي تبتدي.
انا بورجيك انت وهالكلب تبعك. الو سعيد، انا نزيه اخي، بدي من طرفك واحد قبضاي وسكرت، بدي اعمل لواحد قتله مرتبه، بدي اياه شهر كامل ما يطلع من بيته. شلون؟ لا لا ما بيخوف، هذا واحد بيشتغل بالقرايه والكتيبه. لا لا بس قتله، بس قتله، بس بدي اياه يتورم توريم، عم اقول لك شهر كامل ما يطلع من بيته، عم تفهم؟ طيب بكره انا ناطره. ماشي. أمل، ماما فاتن لساتها جوع؟ ايه ماما نايمة، شو ما بتعرفي؟ لا ماما، أنا من لما رجعت على البيت ما سمعت إلا حس. لما رجعتي على البيت؟ ليش وين كنتي ماما؟ مشوار ماما، مشوار. قليلي يا أمي شو صاير؟ شو في؟ ماما خليني جنبك هون، الله يوفقك، خليني جنبك، لا تتركيني، بوس يدك، بوس يدك، ما تتركيني يا أمي. أنا جنبك هون، ما تخافي ماما، أنا عندك. بس قليلي شو صاير؟ أمي ما صاير شي، ربنا هيك كاتب لي، أنا شو بيدي ساوي يا أمي، شو بيدي ساوي؟ بس قليلي يا ماما شو في؟ اليوم دعست بني آدم، دعست بالسيارة. شو؟ دعست مين؟ بني آدم؟ كنت في سيارة مرت عمي سميرة، دعست وتركت كل شيء وهربت. لك ما قلت لك أنا بني صوت السيارات؟ ما قلت لك؟ قتل ما بيسمع كلمة أمه، قتل ما بيسمع كلمة أمه. بوسيدك خليني معك يا ماما، بوسيدك. لك الله كاتب لنا هيك، بس ما كاتب لك تستهتري بحياة الناس. ليش؟ ليش؟ بوسيدك تركيني جنبك، تركيني أنا خايفة. أنا يا رب تتلطف فينا، يا رب يا رب تتلطف فينا يا رب. بس شكله نظري 10/10 عليه. اسمع عنتر، بدي اياك تعمل له قتله مرتبه وقدام بيته. بس قتله ولا شيء اكسترا؟ شلون يعني اكسترا؟ يعني مو سكين مسدس، فهمك كفايه. لك لا شو جنيت، بدي قتله، بس قتله، بس بدي اياها تكون ماتنه، سمعان؟ اي مو على عيني، انت بتأمر امر. خلينا نمشي. يا محمود، فاتن عم يدفع على السيارة. لا مصيبة ولا شيء، اهدي برتاخي، شغلة بسيطة وعدت على خير. وين فاتن؟ جوا بغرفة يعني تطلع. أنا رح شوفها. يا رب تدفع. طولي بالك سمية، طولي بالك. أنا الحق علي، ما كان لازم أعطيها سيارة. عمو. مرحبا عمو، كيفك حبيبتي؟ عمو أنا كتير خايفة. لا تخافي عمو، لا تخافي، الشخص اللي طرقتيه بالسيارة موجود عنا بالمستشفى والحمد لله هلا هو بخير. بس حبيبتي تاني مرة بدي اياكي وقت بتسوقي سيارة تنتبه منيح. عمو يعني ما رح ياخدوني على المخفر؟ لا حبيبتي خلص، القضية انتهت على خير. في حبيبي عمو. بسيطة حبيبتي.
بابا بدك يعني امشي؟ صاير شي؟ لا. انت كيف دراستك؟ منيحة الحمد لله. واما كيفها؟ كمان منيحة. بابا كأنك مانك مرتاح، مانك مقتنع. طيب والعمل؟ ما بعرف. اليوم الصبح لما اجت أميناس لعنا حسيت بحالي مدري كيف، حسيت بشعور غريب. أبصر كيف حسيت حالي كأني وحش، مو بس وحش، حسيت بحالي لص. لص عم يسرق شباب هالبنت. بي هذا الشعور ملازمني طول الوقت، ما كنت خلص منه أبدا. بقيت طول نهاري وأنا أفكر أفكر كيف كيف بدي وافق بين إني بحب البنت بين إني عم بسرق عمرها لهالبنت. ما وصلت لنتيجة؟ أنت ما صار وقتك؟ صار من زمان، بس أنا اليوم عم أفكر نام عندك. وأمك؟ أمي بتعرف إنه أنا عند أبي، حكيت معها بالتليفون اللي ما بعرف ليش كنت مخبي عني أو حتى ما عطيتني الرقم. مو هيك، مو ما بعرف، بعرف أو بجوز إني بعرف. بابا بابا أنا ما عم لومك، لا بالعكس أنا كتير متعاطفة معك. أنا بعرف إنك جبت التليفون مشان إيناس، مشان بنت وحدة. يا الله شو إنك رومانسي، كيف ماما سمحت لك تتركها؟ هبلة ماما، مو هبلة؟ بابا أنا بحبك، أنا كتير بحبك. رقم تليفوني.
يا الله قديش عندي رغبة اني ضل اسمع صوتك طول الوقت. نفس الوقت عندي رغبة انك بطل تتصلي فيي، انك تنسيني. لا مو تنسيني، اني انساكي. انا عندي رغبة لو اني ما شفتك ولا سمعت صوتك ولا عرفتك. فؤاد ليش هيك عم تحكي معي؟ يا ريت هذاك اليوم اللي شفتك فيه ما كان، لو يرجع العمر فيه لهذاك اليوم كنت طلبت من الله سبحانه وتعالى انه يلغيه، انه يلغي لي هذاك اليوم. يا ريتني ما شفتك يا ايناس، يا ريت ما لغوه هذاك اليوم، يا ريت. ماما إيناس، ماما إيناس، أنا كان ضروري روح لعنده مشان مصلحتك. ماما إيناس، ما خوفي عليكي، بحبك ماما. أنا ليش يا أمي؟ ليش كلكم ضدي يا أمي؟ يا أمي ما خوفي عليكي، خوفي عليكي. ليش يا أمي؟ أحياناً بحس إنه الله ريحنا من الولاد، لأنه لما بشوف هالمشاكل قلبي بيقمطني. يعني هدول مو ولادي وعم يصير فيي هيك، لو كانوا ولادي ما بعرف شو كان صار، يمكن كنت جنيت أو سرحت بالشوارع. يبدو لي المسألة يا سميرة إنه مو مسألة تربية وأولاد، مسألة إنه الحياة صار لها شكل مو مزبوط. يعني المشكلة ما عادت مشكلة أغلاط ممكن يرتكبوها البنات، المشكلة إنه الحياة صارت عم بتدور بشكل عشوائي. إيه لا محمود، مو لهالدرجة أنت التاني، بنت صغيرة وغلطت، شو يعني؟ ما بدها كل هالتشاؤم. تصبحي على خير، أنا تعبان وبدي نام. تلاقي الخير. مرحبا يا أحلى امرأة بالشرق الأوسط. طيب طيب أوكي خلص سحبتها. ماشي. ليكي إذا قلت لك إنه أنا بقيان لي كم ساعة لأصل لهون، نطلع نتعشى سوا؟ أولا أنا عادة ما بطلع بالليل، وثانيا طيب إذا قلت لك إنه أنا هون وبقيان لي كم ساعة لأطلع بالطيارة، نطلع نتغدى سوا؟ نتناقش بالموضوع، بس بشرط ما بتكون جايب معك ولا أي نوع من الهدايا. طيب أنا جاي لعندك فورا. لحظة لحظة، مرحبا. أهلين، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نتغدى سوا؟
بكير لسه على الغدا. بستناكي. تروح عليك الطيارة. طيارة؟ أني طيارة؟ آه صح تذكرت. لك شو عم تعمل؟ عم حاول أكون قريب منك. ألو ريسبشن؟ مرحبا أنا الدكتور سهيل. بالنسبة للسويت 728 ايه بدي مدة يومين كمان ولا خليهم 4 ايام او بتعرف شو خلي اسبوع كامل فرد مرة. شكرا. اسبوع؟ شو كتير اسبوع؟ شو بدك تحكي باسبوع؟ انا ما بدي احكي شيء. لك قلتلك بدي اكون قريب منك بدي اتعرف عليك منيح. بالمناسبة اي ساعة بتخلصوا شغلكم؟ 2:30. ماشي بس تخلصي ساعة 2:30 تلاقيني عم بستناكي برا بالليموزين. سافر من فترة قريبة. انت بكيتي عليه؟ بصراحة بكيت لأنه بحياتي كلها ما حبيت حدا غيره. أنا مقدر مشاعرك تماماً أنسي أمل. أنا بدي أطلب منك طلب، بترجاكي ما تحطيني بموقع مقارنة معه لأنه هيك تظلميني كتير. الشيء اللي كنت يقوله أنه الناس بتلتقي بتتفق أو بتختلف هي مو مشكلة. صراحة أنا كنت حابب أعيش قصة حب، سلر حعيش قصة حب مؤجلة لبين ما تعرفيني منيح. لا تعرفني أنت كمان. بتصدقي أنسي أمل أنا من أول يوم شفتك فيه حسيت حالي بعرفك منيح. صحيح بالمناسبة شو رأيك تسافري لعندي على فيينا بالنمسا؟ آه بتتعرفي على أهلي بتعرفي على أجوائي عن قريب يعني بتصيري بتعرفيني إلي أكتر. نمسا؟ إيه؟ ما بعرف إذا بقدر أعيش هنيك. إذا ما بدك بالنمسا منعيش بالقاهرة منعيش في دبي. بتعرفي إنه من هون للقاهرة سفر ساعتين بس يعني مثل هون وحمص. يمكن أنا عم بحكي كتير ما عم بعرض حالي زيادة. لا أبدا كان ضروري نحكي ضروري نحكي لحتى أعرف الصح. برجع بترجاكي إنه ما تحطيني بمجال مقارنة معه عن جد هيك بتظلميني. بعدين نحن موجودين مع بعضنا أسبوع كامل لازم كل يوم نشوف بعض. آه تفضلي. صباح الخير حبيبتي. صباح النور. شبك محمود؟ كأنك فايق مزعوج. ما بعرف حاسس حالي مرهق. قليلي هاي قصة فاتن خانم ولا تانية إيناس؟ يا أطفال شو يعني ولا يهمك. بعدين هاي أول مشكلة بتواجهك؟ لا بس هي أول مرة بحس فيها أعصابي ومشاعري وعواطفي كلها مستنفرة. طيب شو من شان إيناس؟ شو بدنا نعمل يعني؟ لازم نوقف معها. والأفندي لازم يفكر إنه هو مو أخذ واحدة من الشارع. أنا لازم فركش هجوازي. لازم أقنعها لإيناس. الخيرة فيما اختاره الله. يلا حبيبي قوم انت غسل لبين ما انا احضر لك القهوة. انت بس خليك رايق ورجيني الضحكة. هيك ها الله يديمك فوق راسي.
امبارح اجا، هلأ هو هون بالشام. وشفتي؟ حكيتوا مع بعض؟ شفته وشافني وحكينا، بس أنا ما بعرف شو بدي ساوي. شو ما بتعرفي شو بدك تساوي؟ أنا قلت له أول شغلة لازم يعملها أنه يشوف عمي. إيه طبعاً لازم يشوف عمك، بس كمان نحن لازم نشوفه ونتعرف عليه، يعني على القليلة أمك. إيناس أنت هيك عم بتضيعيني، أنا هلأ شو بدي أعمل؟ أنت هلأ بتروحي لعند عمك وبتقولي له على اللي صار. طيب مو بكير؟ لا مو بكير، أصلاً هلأ هو بيكون بالمستشفى. ولا قلك روحي لعند سميرة وخبري وهي بتخبره. يعني هلأ هلأ؟ إيه هلأ هلأ. شو هالصباح الحلو؟ فاجأتك؟ يا ريت كل يوم تعملي لي هيك مفاجأة. ايه بس أنا مو كل يوم عندي هيك أخبار. خير؟ في أخبار جديدة؟ حسام؟ لا مو حسام. معناها في واحد، بس خسارة أنه مو حسام. خلاص حسام راح. ولا يهمك حبيبتي، أنا رح أعمل فنجانين قهوة مشان تعدي وتحكي لك كل اللي بقلبك. شوفوا شباب، ليه ساكت؟ شو بدي احكي؟ شو بدك تحكي فؤاد؟ فيك شي؟ انت كتير متغير، ما كنت هيك بالاول. كيف كنت بالاول؟ كنت انبسط كتير لما تشوفني، تفرح. قلي فؤاد، في شي؟ قلي. أخي أيناس، لو تعرفي شو في بهذا.
بخير، بس بدي اعترف لك بانه الحياة من دونك ما إلا معنى. امل الرائعة دائما، صورتك ما عم تفارق ذاكرتي، انا لساتني عم عيش على ريحة عطرك، صوت ضحكتك، نظرة عينك. أمل؟ جيتي ماما؟ إيه ماما من شوي. جيتك رسالة ما بعرف من وين، هون حطيت لك. إيه أخذتها. أمل؟ من حسام معك؟ معلش يا ماما، هيك الحياة، الله يسهل له أمره. مرحبا. أهلين ماما. خير ماما؟ في شيء؟ لا أبدا حبيبتي، ما في شيء. ماشي. حبيبتي، مو كل شيء بهالدنيا نحن بنقدر نحصل عليه. صحيح وسام شاب ظريف وبينبكى عليه، بس خلص اللي صار صار. الأهم هلا رحتي لعم سميرة وحكيت مع عمك؟ حكيت، وعمك اليوم المساء رح يشوف سهيل. شو بقى؟ جريئة وقت حالها؟ يعني ما لقى قاعدة بالبيت وحط إيدها على خدها؟ روحت من إيدها شب بيسوى تقله. شو كنت متمنية نجمعهم هي وحسام، بس نصيب. يلا رجال قاعد ناطر لحاله. يلا حبيبتي رح أبعتلكم عصير. طيب طيب. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا، حصلنا الشرف. أنا اللي حصل لي شرف معرفتكم، وشكرا على هالاستقبال اللطيف. يا أهلا وسهلا ومرحبا. على العموم أمل بنتنا، ومن واجبنا أن نساعدها باختيارها. أمل حكت لي عن كل الموضوع. أهلا وسهلا، تفضل شرف. شرف. بس اللي بدي أسألك يا أستاذ سهيل، أنه ما في مجال تسكن عنا هون بالبلد، بهالحالة البنت بدها تتغرب، ونحن لازم نشوف احتمالات عدم غربتها. أنا جاهز لأي ضمانات في حدود الممكن طبعا. الحقيقة أنا ما عم بحكي عن الضمانات المادية، ولو أني ماني بحاجتها. طيب شو بتقترحوا؟ في شيء محدد؟ هو في شيء محدد، بس ما بتشوف أنه بكير نحكي بهالموضوع؟ بكير على شو؟ يعني مثلا نتعرف عليك أكثر، تعرفنا أكثر، إذا ما في مانع طبعا. لا طبعا ما عندي مانع. شكرا. يسلم. الحقيقة انا حاسس شوي بالغرابة، بس مو مشكلة، نحن ما لنا بالنمسا، نحن هون نتعامل مع ظروف هون، يعني عادات تقاليد الى اخره. غلط؟ لا أنا ما قلت إنه غلط، بس شي اللي قلته إنه أنا حاسس شوي بالغرابة. نحن مالنا بالنمسا، نحن هون على ما يبدو الزواج هون حالة اجتماعية أكثر منه حالة فردية. طبعا بالنمسا الوضع مختلف تماما، يعني هنيك إذا الشاب وبنت حابين بعضهم ما حدا له علاقة، المهم هن يكونوا عاجبين بعض. بس هذا الشي بالنمسا، نحن مالنا بالنمسا، نحن هون. هون العائلة إلى دور كتير كبير. مرة تانية برجع بقول لك انه هذا الشيء مو غلط. الشيء اللي بدي اقوله انه كيف ممكن تعرفوني اكثر؟ قصدي كيف ممكن انتم تعرفوني اكثر بوقت قصير؟
تعرف الدكتور فوزي أبو اللوز؟ هذا عندكم بالنمسا. ليكون تبع النادي العربي. هو بذاته. الحقيقة في معرفة كتير بسيطة، رغم أنه هو رجل كتير نشيط بأوساط الجالية. أنت هلأ بس فهميني شو لازم أعمل، يعني الخطوة الثانية شو هي؟ بصراحة أنا ضايع. بتعرفي؟ نحن لما سافرنا برات سوريا كان عمري 11 سنة، لذلك أنا نهائياً ما عم بعد بتصرف. يعني بس فهميني شو هي الخطوة التالية. طيب أول شيء لازم تشوف ماما تتعرف على أخواته. أوكي حددي أنت موعد وأنا جاهز. شو كنت أسألك كمان، فكرتي بموضوع الاستقرار وين عم بيصير؟ يعني بدك فيينا ولا القاهرة؟ يمكن هذا الموضوع بده دراسة أكثر شوي، وانا اجيت الي انا بفضل القاهرة. بجوز تكون فيينا انسب منشان شغلة، بس ما بعرف، انا بفضل القاهرة. اوكي اتفقنا. شو كنت اسألك كمان، بالنسبة للاعراف والتقاليد، يعني انا ما بعرف شو لازم اعمل بالنسبة للمهر، الشبكة، الخواتم، تلبيسة. هاي المسائل ما عادت ضرورية ابدا، وانا ما بحب الذهب، ما بيهمني. لما تجوزت المرة الماضية حتى ما كان عندي خاتم، شو قيمة الخاتم؟ يعني كنتي تحبيه كتير؟ تعال نجيب سيرته، شو رأيك؟ Thank you.